بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان محاضرتنا اليوم اللي هو رح يكون عن section 1.1 graphs of linear equations، يعني بدنا نحكي عن طريقة رسم المعادلات الخطية، بس بعد ما نتعرف عن مجموعة المفاهيم اللي بنحتاجها عند الرسم. حكي لك review of plotting points on the plane، يعني كيف احنا بدنا نحدد نقطة زوج مرتب على المستوى ديكارتي اللي موجود معنا. بحكي لنا each point on the plane is represented by an ordered pair، يعني كل نقطة بتكون تتألف من زوج مرتب اللي هو A B زي ما انت شايف. A is called the x coordinate، يعني الإحداث السيني هيو A اللي هو ال x coordinate، وال B هي الإحداث الصادي رح نسميها ال y coordinate. تمام. هلأ بالنسبة للمستوى الديكارتي احنا بنعرف هذا محور السينات اللي هو الـ x-axis، هذا محور الصادات اللي هو الـ y-axis، وبالنسبة للأرباع كلنا بنعرف هذا اسمه first quadrant، هذا اسمه second quadrant، third quadrant، وfourth quadrant. تمام؟ إذن هاي مجرد تسمية عشان نعرف الربع الأول والثاني والثالث والرابع، ونعرف إنه هذا هو محور السينات ومحور الصادات. هلأ هاي نقطة الأصل اللي هو صفر صفر، شو بسميها؟ الأوريجين. الأوريجين اللي هي الإحداثياتها صفر صفر بنسميها نقطة الأصل، بيكون فيها الـ X coordinate صفر والـ Y coordinate كم؟ صفر. نص السؤال عندي بحكي لي the X coordinate of سالب 5 و3 is، مين بده؟ بده الـ X coordinate في هذا الـ ordered pair، مين رح يكون؟ أكيد السالب 5. تمام؟ فالجواب رح يكون السالب 5. The y coordinate of 2 وسالب 4 is، رح يكون عندي الإحداث الصادي اللي هو مين؟ سالب 4. Give 5 ordered pairs whose x coordinate is سالب 4، يعني أعطيني 5 ordered pairs، 5 أزواج مرتبة بحيث يكون ال x coordinate فيها سالب 4. طبعا عندك infinitely many منهم، بس خلينا نكتب اللي بدنا اياه. مثلا سالب 4 وصفر، في طالب بحكي لي خدي سالب 4 و7، طالب بحكي لي خدي سالب 4 وسالب 3، ممكن سالب 4 ونص مثلا، اي شيء بدك اياه. هو بده 5 مثلا سالب 4 و3. تمام؟ إذا هاد بالنسبة للـ ordered pair اللي بيكون الـ x coordinate فيه سالب 4، واللي بدك اياه بإمكانك تحطه. هاي في البداية بدي تعرف لي مين الـ x coordinate اللي هو الإحداث السيني، ومين هو الـ y coordinate اللي هو الإحداث الصادي بالنسبة للـ ordered pair. هلأ بدي تراجع معي معلومة السلوب، السلوب اللي هو ميل الخط المستقيم، كيف بدي أحسب ميل الخط المستقيم؟ وكتير مهم. بحكي لك the slope of the line passing through the distinct points x1 y1 x2 y2، يعني عندي نقطتين، إحداث النقطة الأولى رح تكون x1 y1، إحداث النقطة الثانية x2 y2. بدي أحسب السلوب لهاي المستقيم اللي بمر في هدول النقطتين. طبعا كلنا بنعرف السلوب اختصار لإله اللي هو الميل M، رح يكون، شوف شو أنا حاكي لك، y2 ناقص y1، ولازم نفس الاتجاه، على x2 ناقص x1. هلأ فرق الصادات على فرق السينات، دلتا y على دلتا x. هلأ ممكن واحد يحكي طب أنا بدي أحكي y1 ناقص y2، بحكي له ما في مشكلة، y1 ناقص y2، بس شرط شو تحكي؟ x1 ناقص x2. نفس الترتيب، بلشت هون بدك تكمل هون، بدك تبلشنا في العكس بدك تبلش في العكس. تمام؟ هاد بالنسبة لتعريف السلوب. نشوف السؤال، بحكي لي find the slope of the line passing through 2 وسالب 7 و5 و8. حكينا السلوب فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات حر انت بدك تبلش 8 ولا سالب 7 كله زي بعضه. هلا بدي احكي 8 ناقص الناقص 7، هي فرق الصادات، على فرق السينات 5 ناقص 2 وتساوي 8 زائد 7 15 على 3 وتساوي 5. هذا هو سلوب الخط المستقيم اللي بمر في هدول النقطتين. بعدين بننتقل للمعادلة، كيف يعني بدي أطلع أنت معادلة الخط المستقيم. The equation of the line of the slope M that passes through the point x1 y1 is، إذا حتى أحسب معادلة الخط المستقيم أنا محتاج إيش؟ محتاج سلوب ومحتاج إيش؟ نقطة. عندي سلوب وعندي نقطة M، ونقطة شو ما كان إحداثياتها أنا أخذتها x1 y1 is.
شو هو المعادلة، وهاي المعادلة صيغتها حفظ، تمام؟ اللي هي y ناقص y واحد، y ثابتة زي ما انت شايف y ثابتة، ناقص y واحد اللي هو الإحداث الصادي في النقطة اللي هون، تمام؟ تساوي m اللي هو السلوب، بفتح قوس، مهم في عندي قوس، بس في x، x ثابتة، ناقص x واحد اللي هو الإحداث السيني في مين؟ في النقطة. إذا y ناقص y واحد تساوي m في x ناقص x واحد، وهي حفظ، واللي x1 y1 متغير، والm متغير أكيد لأنه السلوب، بس الy والx ثابتين. نشوف كيف بدنا نحل السؤال هذا حتى ما نواجه مشاكل. Find the equation of the line whose slope is سالب 3 and passes through سالب 1 و2، تمام؟ إذا بدي معادلة الخط المستقيم، السلوب في عندي m، هيو m تساوي سالب 3، وعندي x1 بهاي حسب التعريف رح تكون سالب 1، وعندي y1 شو رح تكون؟ 2. مين المعادلة؟ وهي هالأمام المعادلة أمامك، شو بنحكي؟ حكينا y ناقص y1، مين y1؟ حكينا 2 تساوي m سالب 3، ولا ننسى نفتح القوس، x ناقص x1 اللي هي مين؟ سالب 1، تمام؟ ممكن تنتهي لهون، ممكن نبسط أكتر، إذا بتحب y ناقص 2 تساوي سالب 3x، ندخل السالب 3، هي دخلتها لهون، هلأ سالب في سالب موجب، وسالب بتدخل برا، شو بتصير معي؟ سالب 3، تمام؟ إذا سالب 3x ناقص 3، بتحب تجيب الاثنين لهون كمان حتى تصور على الصورة العامة، y تساوي سالب 3x، سالب 3 زائد 2 سالب 1. إذا هاي هي معادلة الخط المستقيم، السلوب لإله سالب 3 وبمر بالنقطة سالب 1 و2. بتحب تشيك على حلك، لازم هاي النقطة تحقق المعادلة، يعني حط مكان الy 2، هاي y 2، حطي مكان x سالب 1، سالب 3 في سالب 1 3، ناقص 1 2، حلي صحيح 100 100، تمام؟ هلأ السؤال الأخير لمحاضرة اليوم، find the equation of the line that passes through هدول النقطتين. شو طلب؟ بده المعادلة للمستقيم اللي بمر في هدول النقطتين. احنا اتفقنا حتى نطلع المعادلة أنا بحاجة أول إشي لسلوب ولا نقطة، فقط بدي سلوب ونقطة. فخلينا في البداية مش معي السلوب، شو لازم أعمل؟ نحسب السلوب، واتفقنا كيف أحسب السلوب، فرق الصادات على فرق السينات، يعني 18 ناقص 4 على 4 ناقص 2 وتساوي 14 على 7 وتساوي 2، تمام؟ هاي السلوب جاهز. هلأ بدي نقطة، انت حر، بتحب تاخد النقطة الأولى صح، بتحب تاخد النقطة الثانية صح، وإشي برجع لك. أنا بدي أختار مثلا تشوز مين بدي، بدي 2 و 4، وانت حر في النقطة اللي بدك ياها، كله صح. نعمل، صار عندي نقطة وصار عندي مين وصار عندي سلوب، فبحكي له إذن المعادلة اللي انت بدك ياها حسب القاعدة y ناقص y واحد كم؟ 4 تساوي m لاثنين في x ناقص 2. هاي هي معادلة مين؟ معادلة الخط المستقيم اللي موجود معي، واضح؟ عفوا بس أنا هون 14، 4 ناقص 2 2، مش عارف ليش حطيتها 7، 14 على 2 فيها 7، تمام؟ واخترنا النقطة، فالسلوب كم قيمته؟ كانت 7، واي ناقص 4 نكمل مع بعض تساوي 7 في x ناقص 2. هاي هي معادلة خط المستقيم. هلا اللي اختار النقطة 4 و 18 رح تطلع معه هون 18، وهون رح تكون كم؟ 4. فبنفس الطريقة، يعني ما في عندي أي اختلاف، رح يتحقق المعادلة، النقطتين رح يحققوا المعادلة، بس يمكن يكون الجواب مختلف فقط لا غير. انتهى الجزء الأول من محاضرة اليوم، يعطيكم العافية.